الأخير اللي قدمتها وزارة الداخلية في دورتها الشهرية، فإن هناك تطور كبير في مستوى مكافحة الإرهاب ومجابهة الآفة اللي عصفت بتونس خلال السنوات الأخيرة. حوالي 50,000 مداهمة وأكثر من 33,000 عملية تحري نفذتها وحدات الحرس الوطني خلال سنة 2016. التقرير السنوي كشف أيضاً على عدد القضايا المسجلة في مجال مكافحة الإرهاب واللي وصلت ل 765 قضية، كما تم إيقاف 1069 عنصر إرهابي ويبلغ عدد المفتش عليهم 807 شخص. كما تمكن الوحدات أيضاً من حجز 1320 سلاحة على علاقة بعمليات إرهابية، أغلبهم قذائف وصواعق ومخازن ومتفجرات وأسلحة يدوية. وفي مجال الأمن العام تمكن الحرس الوطني من تأمين 3367 تحرك احتجاجي و1536 نشاط ثقافي ورياضي، كما استرجعوا أيضاً أكثر من 7007 هكتار من الأراضي على ملك الدولة. وفي مجال التهريب تم تنفيذ أكثر من 6000 عملية وحجز مواد تتجاوز قيمتها 189 مليون، كما تم إحباط 287 عملية اجتياز بري وبحري وإيقاف 1537 مجتاز. أرقام هامة أكدت أنه 2016 عام النجاحات على المستوى الأمني في انتظار تواصل المجهودات في العام الحالي.